هذه البيان والدلالة حجة الله على الخلق. أعطاك السماء، أنت سميع ولا مالك سميع؟ أنت عم تسمع بالفعل ولا بالوهم؟ لا عم بسمع. أعطاك البصر، عم تبصر ولا لا؟ بصير. طيب أعطاك القدرة، أنت عندك قدرة ولا ما في قدرة؟ إلا مثل حصب، إلا مثل حجر، لا في عندك قدرة، عم تروح تجي. لكن القدرة منين؟ بخلقه. السماء منين؟ هو خلقه. البصر منين؟ هو خلقه. طيب وهو قدره؟ قال ايه هو قدره، هو قدر لك السماء واعطاك السماء. لا انت سميع. قدر لك البصر، انت بصير وعندك بصر. قدر لك القوة عم تتحرك، فانت قوي، ما تقول ما عندك قوة، كذاب. الشيل بتحمل كذا، اما هلا في واحد مسكين معقل قوته انفلق راح، الى ما في قوة، الى نسأل الله العافية. فاذا في قوي وفي واحد ما هو قوي. هذا كله بخلق الله، بخلق الله، بقدر الله، بقضاء الله، بقضائه. ولكن ما بنافي انه اذا كان الامر مقضي انه ما في شيء عندك، لا اعطاك في شيء. فانت سميع بقدر الله بخلق الله، بصير بقدر الله بخلق الله، قوي بخلق الله بقدر الله. طيب اي صفه من صفاتك عندك؟ علم، انت حي، حي بخلق الله بقدر الله، موجود بايجاد الله بقدر الله، صحيح الى اخره. طيب انت عندك اختيار ولا ما عندك اختيار؟ بيجي لهون، لا ما عنده اختيار. طيب ليش انت عندك سمع؟ ليش عندك بصر؟ في الاختيار ما في. ليه تنكر الاختيار؟ اذا انت مختار بخلق الله بقدر الله. ولذلك قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا كلام من؟ كلام الله. والله يقول ومن اصدق من الله قيلا. اذا عم ثبت لك مشيئه، في مشيئه، يعني في لك مشيئه، لكن نعم مشيئتك ما هي مثل مشيئة الله. الله مات، الله تاني ما في. مشيئتك مشيئة عبد، بخلق الله بخلق الله، بإرادة الله بإرادة الله. قال لك شو بدنا نسوي؟ نجمع بين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والله قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إيه اللي على الاستفهام؟ يعني مجاهد صار الشر، يعني الله عبر الكلام بعض البعض. يعني إذا وصلت لهالدرجة انه الله بيقول شيء وبقول شيء ثاني وبالموضوع كفرت بالله انت، هذا كفر. هذا قال انا هيك بفهم انه هي تكفي هي. اذا كان هيك معناها رب العالمين عم يتكلم بكلام متلاقب. لك يا مجنون وين راي انت؟ قول لا موحد، قل له لو صليت 20,000 سنه صلاتك ما بتنفعك اذا كان هاي عقيدتك. يا انسان صحح عقيدتك قبل ما صحح عملك. كم وكم من ناس بالمناسبه من جهل الصلق، الظاهر صالح، الظاهر صالح، مو صالح هو، بالظاهر عابد وعابدة، لكن حقه في شيء عنده عما بيطلوا إيمانه. وأنا أذكر لك مسألة واحدة، وكثيرا ما تسمعها أنت يا إنسان من بعض النساء اللي بتدور هن العابدات لكن جهال، وبعض عوام عوام، يعني في عامي بيستمع، يا لمية والله عالم، يا عالم متعلم الإنسان. في واحد عام جاهد، ولكن على انه متعبد سبح دائما. ايه قال انه لما سيدنا الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولدت السيدة فاطمة عليها السلام ورضي الله عنها وارضاها ونفعنا الله بها، قال لما ولدت السيدة فاطمة عبس وجهه، عبس صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه اجيته بنت، يعني تغير وانكرر وتغير. هذا كلام مين؟ كلام جهال جاهلات. النبي يقول لك النبي عبس لما يجده بنت، استغفر الله العظيم. قل له كافر انت. هذا كفر هذا. ليه؟ قال خير لا تكفر. قال له لا وقف. كل شيء واحد. انت لما قلت ان سيدنا محمد لما جاءته بنت عبس وصفته بصفة ذميمة الله ذكرها عن الجاهلية. فوصفته بصفة الجاهلية. الله تعالى قال في الجاهلية وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني غضبان ومتغير معبس وجهه وإلى آخره مكروه. فأنت رحت وصفت النبي عليه الصلاة والسلام بصفة ذميمة، صفة الجاهلية. هيك سيدنا محمد عندك توصل بصفة الجاهلية؟ ولك أنت مسألة بتمس بمقام سيدنا محمد وفيها قلة أدب ما أردت تخليك عن الإيمان. ما أردت القرآن لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي مجرد فصول، ولا تجهلوا له كجهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، مع انه مجرد فصول بدون ايذاء
بدون تقصد الإيذاء إلى آخره. إذا حبط عمله كله يا إنسان، عليك مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مقامات، مقامات محترمة وعظمة، إياك وإياك. قال إيه ما بيعرف، طيب قل له جهلك ما هو عذر. بعرف ما هذا الجهل، ما هو عذر هذا الجهل في بلاد الإسلام، هذا ما هو عذر، لأنه أمر اعتقالي هذا إلى آخره. أبشع من هذا، بعض الناس يتوهم، بعض النسوان الجاهلات لكن ها ايش بيقولوا؟ إيه انه الرسول عبس لما ولدت البنت ونزلت عبس وتولى، اعوذ بالله، بيجعلوا هاي سبب بدون هاي، الله اكبر، لك هذا كفر فقر فقر، نسال الله العافيه. يا انسان فنرجع الى بحثنا، القضاء والقدر ليس حجة للعبد على الله، هذا ما حجة. الله قضى وقدر أنك تعمل باختيارك. قال وما تشاء إلا أن يشاء الله، قل له اتركنا العجلة، ليش بس هي؟ وما تحيم توجدون إلا أن يجيدكم الله، صحيح ولا لا؟ أنت موجود إلا كذب. وما توجدون إلا أن يجيدكم الله، وما تحيون إلا إذا أحياكم الله، صحيح ولا لا؟ مظبوط، هو عم بحييك عم بخلقك الحياة. وما تقدرون إلا إذا أقدركم الله، وما تسمعون إلا إذا سمعكم الله، فلما سمع تسمع ولا لا؟ تسمع. وما تتحركون إلا بتحريك الله، وما تعلمون إلا بتعليم الله، صحيح. وما تشاءون إلا إن شاء الله، لكن بقية الصفات مثل ما عندك بقية الصفات موجود، حي، قادر، عالم، عندك كذا متحرف صفات، كلها بإيه؟ بخلقه، كلها بإرادته بقضائه، ومن جملة وما تشاءون إلا إن شاء الله، صحنا. لكن أثبت لك شيء إنه مشيئة، فقال مشيئة، سماها مشيئتك هي، ففي شيء وصفك وفي شيء من عنده، فما بنافي إنه إذا كان قضى القدر إنه مالك شيء، ده في شيء منسوب إلك.